السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب علي مرتضى ريحي من ثانوية الذرة المتميزين من الصف الأول متوسط فيه. مشروعي هو عبارة عن استخدام الموجات المفروقة الصوتية لقياس قطر ومساحة الدائرة، طبعاً قيس أي مسافة ثانية. مثلاً هسه إحنا عندنا هاي الدوائر، عدة دوائر، نجرب مثلاً بالدائرة الأصغر نخلي شيء يصد. راح اكو شيء اسمه سندر اللي هو الباعث، راح يبعث الموجات وراح يستلمها المستلم قياسا على سرعه الصوت والوقت اللي وصلت فيه، راح يطلع الدياميتر اللي هو القطر والاريا اللي هي المساحه مالت الدائره. مثلا نقدر نجرب هاي ايضا، ديمتر حوالي 14 والاريا حوالي 162 الى 163. طبعا هاي التقنيه الالتراسونيك هي تستعمل حديثا الأجهزة الطبية مثل أجهزة السونار وأجهزة إيكو قلب، سونار قلب، كما تستعمل في الغواصات يسموها إيكو ساوندر، وحديثا تستعمل في رياضة الرماية، يعرف الرامي يعرف شلون الهدف مالته على بعد شقد. كذلك هاي الرياضة هاي عفوا التقنية أول ما بدأ اكتشافها اكتشفت عند الدلافين والحيتان عندما كانت والخفافيش أيضا، ترسل الفريسة مالتها حتى تعرف يعني ترسل هاي الترددات حتى تعرف حجمها كتلتها وكثافتها. هذا كان